لو عرفت نقطة ضعف خصمك هتعرف تستفاد منها كويس قوي. توماس توخيل عرف نقطة ضعف خصمه، وهو ان ريال مدريد ما بيجريش كتير في الملعب. مين المنفذ اللي ممكن ريال مدريد يلعب له كرة طولية ويقدر يجري بيها؟ فينيسيوس جونيور. فينيسيوس جونيور ده لما يتلعب عليه باتنين صراع زي ريس جيمس وروبن لوفت الشيك وتقفل انت الناحية دي تماما، سيب ريال مدريد يعمل اللي هو عايزه في الملعب. ريال مدريد لما هيلاقي ان هو ما عندوش حلول هيسيب لك انت الكوره وهيقرر ان هو يلعب جيم دفاعي يعتمد فيه على المرتدات. وقد كان تشيلسي بال4-3-2-1 قدر ان هو يسيطر على نص الملعب بالطول والعرض. ريال مدريد كان ليه هجمات خطيره، ريال مدريد ما كانش ليه ولا هجمه اون تارجت على مرمى ادوارد ميندي. ريال مدريد مصاب 3 اصابات، الثلاثه تم اعتراضهم ولم يصلوا لمرمى ادوارد ميندي، ما فيهمش غير كره واحده بس وهي كره الفاول اللي كريم بنزيما لعبها من فوق الحيطه. غير كده ريال مدريد ملوش اي خطوره جوه الملعب. تشيلسي المباراه اللي فاتت قدام ساوثهامبتون قرر ان هو يلعب بال3-4-1-2، 3-4-1-2. النهارده قرر ان هو يرجع شويه بماركوس الونسو. ماركوس الونسو هيرجع تحت وهنلعبها 4-3-1-2، 4-3-1-2 ماركوس الونسو، وهيكون قدامه ماتيو كوفاتيتش. الناحيه اليمين بتاع ريال مدريد فيها داني كارفاخال وفيها فريدريكو فالفيردي، وفي النص موجود لوكا مودريتش. طبعا مش عايز اقول لك ان الناحيه دي ما فيهاش جري كتير خالص، لان الناحيه دي ما فيهاش جري اساسا. فانك تحط هنا ماركوس الونسو وقدامه لعيب مميز جدا زي ماتيو كوفاتيتش، فده معناه انك برضو عامل ضغط عالي في كل النواحي اللي موجوده في الملعب. هنا زي ما اتفقنا روبن لوفت الشيك بيعمل ضغط عالي على فينيسيوس جونيور وبيخلي فينيسيوس جونيور ما يجريش كتير من البدايه، وبيقابله بعد كده ريس جيمس، وفي نص الملعب طبعا مفيش اي فرصه لتوني كروز او لوكا مودريتش او لكازاميرو ان هم يبنوا الهجمه، لان نجولو كانتي هنا في العمق قادر كويس قوي ان هو يقدم مباراه محترمه بجانب ماتيو كوفاتيتش لما بيضموا الاثنين على بعض. بجانب طبعا الهدف الجميل جدا اللي قدر يسجله موسم مونت، الهدف اللي تقدر تقول عليه الثلاث لعيبه بتوع تشيلسي بتوع خط الهجوم مشاركين فيه، موسم مونت وكايا فيرتز وكمان تيمو فيرنر. كايا فيرتز بيقدم اداء كويس جدا ورا فرناند مندي علشان خاطر يمنع مندي ان هو يتقدم، وبالعكس تمام ده بيخوف مندي اساسا وبيقدر ان هو يخش للعمق كتير. تشيلسي يعيبه فقط انه ما عندوش سترايكر. تشيلسي لو عنده سترايكر كان الموضوع بدا يفرق معاه. روبن لوفت الشيك مقدم اداء كويس جدا كمعطل للعيب زي فينيسيوس جونيور وكلاعب بيعمل زيادات هجوميه مع روبن لوفت الشيك. المعضله كلها بالنسبه لتشيلسي في الشوط الثاني، ازاي هيقدر يكمل بنفس الضغط العالي ده مع التراجع البدني اللي كده كده هيحصل لماتيو كوفاتيتش، لان انا عارف ماتيو كوفاتيتش كويس. كوفا صعب جدا يقدم معاك بال 90 دقيقه بالمسك العالي قوي ده. هتقولي ما هو اللعيبه اغلبها صعب ان هم يقدوا بالمسك العالي ده، هقول لك روبن لوفت الشيك لسه عيل صغير ممكن يادي بالمسك العالي ده. نجولو كانتي ما عندوش اي مانع انه يقدم المسك العالي ده. التركيز اللي عليه النهارده تياجو سيلفا وعليه روديجر وعليه كمان ادوارد ميندي بيقول لك ان خط دفاع فرقه تشيلسي حتى الان عارفه تقف كويس قوي في الملعب. ماركوس الونسو بيحاول على قد ما يقدر ان هو يعمل ادوار هجوميه في المكان اللي احنا كنا بنتكلم فيه ناحيه اليمين بتاع فرقه ريال مدريد. طب ريال مدريد سايب تشيلسي وقاعد يتفرج كده جوه الملعب؟ عايز اقول لك ان ريال مدريد لما اتقفل على فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما مش عارف يستلم في نص الملعب من كتر الضغط العالي اللي لعيبه تشيلسي بتعمله في نص الملعب مع الزيادات اللي بيعملها الاثنين مساكين بتوع تشيلسي علشان يخلوا الملعب كله ضيق على ريال مدريد، فريال مدريد حرفيا في الملعب مش شايف قدامه. ريال مدريد مش عارف يمسك الكره في نص الملعب، مش عارف يلعب على المرتدات، مش عارف يستغل كريم بنزيما. حتى في فترات كريم بنزيما كان بيحاول ينزل يدافع هنا مع فرناند مندي علشان خاطر يحاول يدي كره لفينيسيوس جونيور ويطلع بالهجمه من تحت، وده بيثبت لك قد ايه ان ريال مدريد جوه الملعب تشيلسي عرف كويس قوي ان هو يفهم نقطه ضعف تشيلسي، يفهم نقطه ضعف ريال مدريد مع شويه جراءه. جمله توماس توخيل بما انها كده كده خربانه والماتش الاول خلص بخساره تشيلسي 3-1، فتشيلسي بيقدم عظمه تكتيكيه الشوط الاول لم ينقصها الا هدف تاني بس عشان تشيلسي يقدر ان هو يتكلم مع ريال مدريد على حته ان هو هنتاهل ولا مش هنتاهل. بس حتى الان تشيلسي مؤدي اداء مميز جدا جوه الملعب.